في 2004 دخلت مصر تاريخ التايكوندو أخيراً بتحقيق أول ميدالية أولمبية عن طريق تامر صلاح اللي حقق البرونزية. وبعيداً عن الميداليات، فكان لمصر بصمة تانية اتسببت في تعديل قانون اللعبة بالكامل. مصر كانت بتشارك بأربع أبطال في التايكوندو في نسخة 2004، وخسر تامر صلاح في نص النهائي من بطل تايوان عشان يدخل مرحلة الطردية للمنافسة على الميدالية البرونزية. مباراة نصف النهائي شهدت جدل تحكيمي بعد ما احتسب حكم اللقاء نقاط للمس قدم بطل تايوان لرأس تامر صلاح، وده تسبب في خسارة البطل المصري في النهاية. وقتها ما كانش فيه تقنية فيديو عشان تأكد أو تلغي قرار الحكم، وكان قراره هو النهائي. حالة من الإحباط دخلت فيها البعثة المصرية، لأن تامر صلاح هيحتاج يعمل مجهود أكتر من صاحب الميدالية الذهبية ويلعب ماتشين زيادة عشان يحاول يفوز بالبرونزية، طبعاً بالإضافة للشعور بظلم تحكيمي. الحقيقة أن فريق التايكوندو المصري كان عنده حق، وما كانش مجرد شعور بالظلم بسبب الخسارة. بين الجولات كانت شاشة الملعب بتعيد أبرز اللقطات، وظهرت اللقطة الجدلية من مباراة تامر صلاح وتعادت من أكتر من زاوية، وظهر أن قدم لاعب تايوان ما لمستش فعلاً رأس لاعبنا المصري ولكن الكتف. وقتها تفاعل الجمهور اليوناني في الصالة، وظهرت منهم صافرات استهجان تفاعل معاها الفريق المصري، لكن الحكم ما كانش يقدر يغير قراره لأن ده مش في القانون، لأن ما فيش تقنية فيديو في الوقت ده، خاصة إن الجولة انتهت. هنا قرر عمرو خيري المدير الفني لمصر تقديم شكوى رسمية والحصول على توقيع أغلب البعثات بسبب اعتراضهم على آلية احتساب الحكم لقراراته، خاصة مع وجود زوايا ما يقدرش أصلاً يحدد منها. وفعلاً حصلت نقطة تحول في رياضة التايكوندو بسبب احتجاج البعثة المصرية، وتم تعديل قانون اللعبة بوجود تقنية إعادة الفيديو في النقاط الجدلية.